مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل هذه الانطلاقات وتتواصل التحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا الخامس عشر المخصص لفئة الابكار. الحقائق من المسافة هي 3 كيلومترات. تبدأ مع المركز الأول اللي يجد هملولة راشد بن خلفان بن راشد بالعامري لكتبي مع المركز الأول. المركز الثاني وعد محمد بن سعيد برويس لكتبي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم والانطلاق المميز مع ثالث المراكز أجد الضبي سعيد بن عبيد بالضبيعة لكتبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت انتباه قادمة انتباه راشد بن صغير بن قنور بن محمد بن يرادة، وأيضا الوصول مع العفريت عتيج بن مطر بن حسن القبيشي قادم مع انطلاقة هذا الاسم وانطلاقة وتحديات هذا الاسم على المركز السادس. المركز السابع أوصلت بهذا الانطلاق هي نهب راشد بن صابر بن سعيد الكتبي قادم مع نهب، وأيضا الوصول والانطلاق المميز هناك القادم شعار الصعب مع ناصية محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي قادم، وأيضا أوصلت بهذا الانطلاق وصلت غزلان قادمة غزلان حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي قادم مع انطلاقة وتحديات غزلان، وأيضا المركز التاسع هناك القادمة بالانطلاق شعار يمعى بن راشد بالغافرية، وعاشر المراكز وأختم الندى مع انطلاقة شهرية محمد بن خليفة بالجافلة المنصوري. ولكن البداية المركز الأول التحديات عندك يا بالعامري يا بالعامري ركز يا راعي هملولة راشد بن خلفان بن راشد بالعامري الكتبي يتقدم مع التقدم الممتاز، لكن المركز الثاني الصعب قادم مع المركز الثاني مع ناصية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان قادم على المركز الثاني قادم مع ناصية. المركز الثالث هناك الوصول هناك القدوم والانطلاق المميز والرائع والجميل مع الضبي سعيد بن عبيد بضبيعة الكتبي قادم، وأيضا الأسماء القادمة هناك العفريت عتيج بن مطر بن حسن القبيسي قادم والاسماء قادمة والشعارات قادمة، ولكن بالعامري مع المركز الأول منطلقا مع البداية مسيطر مع هملولة راشد بن خلفان بالعامري، والكيلو الأخير الكيلو الخطير، ولكن البداية والمركز الثاني تحركت ناصية محمد بن سلطان بن مرخان لكتبي قادم مع انطلاقة ناصية على المركز الثاني. المركز الثالث نهب راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت شعار محمد بن عبيد بضبيعة، والمركز الخامس الوصول مع العذريد عتيج بن مطر بن حسن الكبيسي، ولكن بالعامري مع البداية مع المركز الأول حتى هذه اللحظات مسيطر مع هملو راشد بن خلفان بن راشد بالعامري الكتبي، ولكن ناصية الصعب قادمة محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي قادم على المركز الثاني. تحركت ناصية مع المركز الثاني، ولكن هملولة بالعامري بن مرخان اللحظات الحاسمة المميزة والجميلة، ولكن ناصية غيرت ناصية مع البداية روحت لحلوة البية بالفعل راحت مع البداية. إذا ناصية وسلالة ناصية مع الشكل الممتاز مع الأداء المميز. شكرا يا الصعب على هذا الفوز. والنقطة الثالثة شكرا يا محمد يا أبو سلطان يا أبو مرخان يا أبو سلطان من عود المحبين والمتابعين دائما متابعين هذا الشعار. والنقطة الثالثة المركز الثاني هناك هملولة راشد بن خلفان بالعامري. المركز الثالث لبالعامري. مشاهدينا متابعي الكرام ندعى لجد خط النهاية التوقيت الزمني 4:45 تهانينا لمالك ناصية محمد بن سلطان بن مرخان، والنقطة الثالثة تسجل وتدون لهذا الشعار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.